في هذا الشوط من جانب التي، ونعرف أن هذه الماب صعبة على جانب التي. صعبة على جانب التي، لكن في نفس الوقت شفنا أنه العديد من المرات الموازين تتغير. يلا محاولة في الكيل هنا، لكن نو كونكشن، دخول بسرعة على مستوى هذه المين. لا ووهو دبل كيل بيت، وآي ام كذلك بكيل آخر، وآي ام بكيل آخر. ووو اثنين بلايرز وحيدين على قيد الحياة. جيم هات أو جيم بات قاعد عارف أنه فما واحد من لاعبي نيفي على مقربة منه. ترشي كذلك بالدول بريتا، قايم على مستوى المين يبيك عليه، لكن ترشي يعود إلى الخلف مباشرة، عارف أنه فما شكون على مستوى هذه الهافن. شوف يعني جيمبات في بوزيشن ولا أروع. وندرفل كذلك، جيمبات الوحيد على قيد الحياة. أوكي، كان على قيد الحياة يا مروان، كان على قيد الحياة. كل ما تطلب الموضوع أقل من ثانية، صعود على الهافن بولت وحيدة، وجيم فات يصير القضاء عليه. راوند أول. إذا الفريق نافي، لاحظت يظلي معايا مروان أنه البوشكن سريع، سريع للغاية، لكن فما حتى إجابة على مستوى الأوتسايد، وهذا اللي مكن نافي من أنهم يفتكوا النقطة. ممكن تحذرهم لما قد يحدث في هذا الشوط الثاني. كما قلت انت يعني ممكن تحذرهم، ممكن، فما كلمه ممكن اللي هي كلمه مهمه ومهمه للغايه. لكن على اللي شفناه يعني في الجيم الاول اللي قعد رسخ في ذهولنا، يعني صعب الامور نوعا ما. دخول بسرعه على مستوى هذا البوب سايد اي، محاوله للبيك هنا ومحاوله للبلاد كذلك، وانت بالكيل براد شوي اللي صراحه يعني كان امباكتفول بهذا الديجل. جامب هات كذلك بالديجل على مستوى الهيفن. شنو قادر يعمل جيم فات؟ وضعية 3 ضد 3، اثنين منهم على مستوى الهيفن اللي يحذوا التمركز نتاعهم، عارفين انه اللعبة بتكون على هذا الموقع. وشوف الذكاء لنا متاع بيتي، غير الموقع نتاعه، متخوف من الهيفن. البلانت متوجه اكثر للدفاع على مستوى الايمن، رغم تواجد ترشي على هذا الموقع. سموكتين يصير تفعيلهم على هذا المكان. الاشكال اللي تبقى انه نافي ليسوا في احسن موقع متاع افتر بلانت للدفاع على هذا المكان، للدفاع على هذا البلانت. الام بي 9 مش كافي بالمره، وبالطبع ايماي وبيت كافيين لتاكيد وتامين هذا الراوند الثامن لصالح فريق نافي. نقطتين ما تخليناش ننساو. جيف مي نايف، هذه دعوتي كل ليله على فكره. يا رب دعوتي حلو حلو كيس نلقاو نايف. حليت نايف مره؟ اي حليت اثنين نايفز في عمري. حليت صح. هذا ليس بالفليكس. النايف الاولى اللي حليتها كانت دوبلر. حليت نايف من اخيب النايف اللي في حلوا في حياتي يعني. انا تو عندي تالنت سفري. فليب نايف فورست.